بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي مشاهدي ومتابعي قناتي قناة Lives of Dogs. بحييكم وبحيي كل مشتركين القناة، وبتمنى يا رب أني أكون بفيد الجميع. النهاردة هتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، وهو تسنين الكلاب، وهنتعلم مع بعض إزاي نعرف عمر الكلب من خلال أسنانه. عدد أسنان الكلب هم 42 سنة، متقسمين لأربع حاجات، اللي هي أول حاجة 3 أزواج من القواطع في كل فك، عندك تاني حاجة زوج من الأنياب في كل فك، تالت حاجة 4 أزواج من الضروس الأمامية في كل فك، رابع حاجة زوجين من الضروس الخلفية في الفك العلوي، وتلاتة في الفك السفلي. الجرو في بداية عمره أول ما بيتولد طبعا ما بيكونش له أسنان خالص، تبدأ في الظهور عند عمر 3 أسابيع، اللي هي الأسنان المؤقتة أو الأسنان اللبنية. بيظهر له الأول سنتين في النص، وبعد كده سنتين على الجنبين، وبعد كده نابين، لحد ما بيوصل عمر 7 أسابيع بيبدأ تكتمل السنان، وبتكون صغيرة وما بينها فراغات، ما بين السنان وبعديها في فراغات. وبتبدأ الضروس الأمامية في الظهور لما بيوصل عند 6 أسابيع. طيب إمتى بتظهر الأسنان الدايمة؟ بتظهر الأسنان الدايمة عند 3 شهور، وبيبدأ الاستبدال اللي هي الأسنان القديمة اللي هي اللبنية اللي احنا قلنا عليها في الأول، الأسنان المؤقتة، بالأسنان الدايمة بنفس طريقة الظهور. يعني برضو زي ما بيظهر كده السنتين اللي في الأول، بيبدأ يظهر برضو السنتين اللي في الأول دول، الأولانيين بيقعهم وبعد كده يطلع مكانهم السنتين التانيين دائمين، وهكذا لحد لما يبدأ يكتمل الفك. وبيبدأ استبدال القواطع الأمامية عند الشهر الثالث إلى الرابع، وبيستبدل الأنياب والضروس الأمامية من الشهر الرابع للخامس، وبتستبدل الضروس الخلفية من الشهر الخامس للسابع. بتبدأ الأسنان في التحول للون الأصفر طبعا في السنة الأولى للكلب، وبعد كده تبدأ تتآكل حسب نوع الكلب بعد 5 سنوات. دي بقى لأن الكلب طبعا بيكون أكل حسب الأكل اللي هو بيأكله، لو في عظم كتير أو حاجات هو بيعضعض عليها كتير، فطبعا دي كلها بتأثر على أسنانه فبتخليها تتآكل مع العمر. هنقول جدول بقى ملخص لتسنين الكلب، علشان لما تيجي تشوف البق بتاع الكلب عشان تعرف عمره قد إيه، بتبدأ تبص على أسنان. لما تشوف الأسنان في بداية ظهورها في الأسابيع الأولى بتكون اللي هي السنان المؤقتة اللبنية، دي في أول أسابيع في عمر الجرو. بعد 3 أسابيع بتبان السنان دي، في الأسبوع السابع بتكتمل السنان دي، بعد 3 شهور بداية تبديل الأسنان المؤقتة بالأسنان الدائمة، بعد 7 شهور اكتمال تبديل الأسنان وبداية ظهور الضروس. في العام الأول بيكتمل الأسنان والضروس بالكامل، وبتبدأ لونها يقترب من اللون الأصفر كده. في العام الثاني بتبدأ تتآكل القواطع السفلية، وفي العام الخامس بتبدأ تتآكل جميع القواطع، وبكده يبقى الكلب عمره كبير. فانت لما تيجي تشوف كلب او تيجي تشتريه بتشوف عمره من خلال السنان بتوعه، فبتشوف شكل لون السنة، وفي نفس الوقت شكلها هل هي متآكلة ولا لا، حجم السنة قد ايه، كل الحاجات دي لما بتبص عليها بتعرف منها الكلب عمره قد ايه. وبكده اكون وصلت المعلومة اللي انا عايز اقولها، وان شاء الله اشوفكم على خير في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.